السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف أنا جاي النهاردة أكلمكم عن حاجة في غاية الإشمئزاز، والله يكاد قلب كل واحد في ذرة من الإيمان في الدين بتاعنا قلبه يتقطع من الحزن على الجهل اللي وصلنا له أو اللي وصل له كتير جدا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف ومع كل أسف، الصورة اللي انتوا لسه شايفينها أو اللي انتوا شفتوها في عنوان الفيديو دي حقيقية ونازلة والله في أكاونت موثق أو أكاونت كبير، والصورة دي لقيت عليها ما يقرب من 8 أو 7000 لايك وتفاعل ورياكت والكلام ده كله. للأسف تعالوا بينا نشوف الصورة دي تاني. قال لك مسدس الرسول صلى الله عليه وسلم، والله العظيم هم يضحك وهم يبكي والله العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. للأسف كتير جدا مننا وخاصة من الجيل اللي طالع اللي عنده هوس الشهرة دوت ما عندوش أي مانع خالص إن هو يشتهر، إن هو يلاقي الشهرة، إن هو يلاقي طريق الشهرة حتى ولو على حساب الدين. الدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه هو بين الصحابة وهو بيوعظهم وبيحذرهم وهو غضبان، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إلا الدين. الكلام في الدين مش بالسهل، مش سهل خالص ان انت علشان تتشهر فتروح تجيب كام آية وكام حديث وتدخلهم كده في بعض وتحط سيناريو كويس في دماغك وتطلع تقوله، بس تشيل كلمات وتحط كلمات علشان تبقى جذابة اكتر ومؤثرة اكتر علشان تلم تفاعل من الناس. اوعى اوعى، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يجهز نفسه لمكانه في النار. وربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات لما يسمع حد بيتكلم في الدين ويقول لك حلال وحرام وهو مش فاهم وهو مش عارف وهو بيكذب على ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ينادي في الملائكة وهو غضبان جل في علاه، ينادي على الملائكة ويقول لهم من ذا الذي يتألى علي؟ مين ده اللي بيتكلم بلساني وبيحلل وبيحرم على مزاجه؟ إلا الدين، إلا الكلام في الدين. احذر، ديننا خط أحمر. فعل الهاشتاج دوت واكتب تحته أي مشكلة انت عصرتها أو شفتها أو دفعت عن دينك فيها وقول وحط الهاشتاج دوت ديننا خط أحمر. ما ينفعش أي حد يفتي في الدين، ما ينفعش أي حد يتكلم في الدين. عندك معلومة اتأكدت من صحتها، اتأكدت من السند بتاعها قوي وينفع تبلغها، يلا بلغ. بل انت مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم محذرا أي حد يخلي باله من كلامه عموما وخصوصا في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة في سخط الله، اسمع، لا يلقي لها بالا، مش واخد باله، بيهزر، لا ده مش قصده، لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف، 70 سنة في نار جهنم بسبب كلمة تغضب ربنا قالها وهو مش واخد باله. الكلام في الدين مش سهل، الكلام عن الدين مش سهل. ربنا يا رب يغفر لنا سقطاتنا ويسامحنا ويعفو عنا ويعيننا على البلاغ عنه سبحانه وتعالى. تكلمش في الدين إلا بحاجة انت عارفها ومتأكد منها قوي، لأن والله 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 عاقبة الكلمة الغلط اللي انت هتقولها كبيرة كبيرة والله، ومش هتعرف عقابها إلا يوم القيامة إن شاء الله لما تقف بين إيد ربنا سبحانه وتعالى. إلا الدين، ديننا خط أحمر. طبعا مش هوصيك لو لسه أول مرة تشرفنا على القناة هنا دوس اشتراك وفعل الجرس عشان أي فيديو ينزل لك إن شاء الله. اوعى تنسى صيام 2 وخميس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تنسى الورد اليومي من القرآن اللي بنقرأه كل يوم على الفيسبوك الساعة 10 الصبح تقريبا. اوعى تنسى قيام الليل ولو ركعة واحدة بس كل يوم قبل ما تنام. شوفوا الشوف على خير ان شاء الله في فيديو جديد الاسبوع اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.